بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خير معلم الناس الخيرة. أما بعد، يعني أستاذ شمرت إيديك ليش؟ بدنا نحل مسائل كالعادة، إحنا متعودين نحل المسائل، يعني يعشقون المسائل فعليا. المرة الماضية يعني حلينا مسألة خفيفة لطيفة بسيطة على المحث الذاتي، وقلنا المرة هاي رح نتوسع بشكل أكبر. ملف لولبي عدد لفاته 100 لفة، هي إن، وطوله باي سنتيمتر، يعني هي إل عبارة عن باي ضرب 10 السالب 2 متر. مساحة مقطعه 2 سنتيمتر مربع، يعني هي الـ A اللي هي 2 ضرب 10 السالب 4 متر مربع. الآن احسب محاثة الملف إذا كان هواء النواة، يعني النواة اللي جواته هواء، يعني ميروت 4 باي ضرب 10 السالب 7، هذا المعنى. فورا محاثة الملف عبارة عن ميروت منال تربيع، صح ولا لا؟ طيب منال تربيع، يا عيني عليكم. الآن هاي الطول، أنا عارف إنه الميو 4 باي ضرب 10 السالب 7، وعارف إنه عدد اللفات تربيع، العدد اللفات 100 تربيع، يعني بتقدر تحكي عدد اللفات 10 أس 2، 10 أس 2 تربيع 10 أس 4، وعارف إنه المساحة 2 ضرب 10 السالب 4، وعارفين إنه طول الملف اللولبي باي ضرب 10 السالب 2. الآن الأمور صارت واضحة، راحت الباي مع الباي، راحت العشرة أس 4 مع العشرة أس سالب 4، العشرة أس سالب 2 راحت ورفعها لفوق زائد 2، فصارت 2 ضرب 4 8 ضرب 10 سالب 7 زائد 2 سالب 5، وحدة القياس هي هنري. شكرا لك. السؤال الذي يلي في لعبة، احسب محاثة الملف إذا كان حديد النواة بطل هواء النواة، خلص حديدي، L تساوي ميول الحديد، تمام، ايرون، ضرب ان تربيع ضرب المساحة الملف على الطول. ميول الحديد عندنا 2 ضرب 10 السالب 3، عدد اللفات تربيع 100 تربيع، يعني 10000، يعني 10 أس 4، والمساحة كما هي لم تتغير 2 ضرب 10 السالب 4 على، احنا وياكم عارفين انه حدد النواة، تمام، متفقين. الطول طوله ما تغير اصلا، هي طوله قديش؟ باي ضرب 10 سالب 2، باي ضرب 10 سالب 2. الامور صارت بسيطه الان، انت بتقدر باي، خلاص مع هاي راحت 10 اس 4 مع 10 سالب 4، بتقدر تحكي لي بكل بساطه ال 10 سالب 2 ارفعها لفوق صارت زائد 2، ممتاز، صارت 2 ضرب 2 4، وتحت شوفي باي ضرب 10 سالب 3 زائد 2 سالب 1، يعني من الآخر صفت 4 بالعشرة باي. هذا شو هنري اللي هو محطة الملف. خلصنا سؤال فرع باء. سؤال فرع جيم، باعتبار أن الملف هواء النواة، يعني هيك إذا اعتبرناه أنه هواء النواة، يعني صارت الإل معي، صارت الإل 8 ضرب 10 سالب 5، يعني هاي الإل موجودة معي، 8 ضرب 10 السالب 5 هنري، هاي الإل موجودة معي. بيقول لك احسب القوة الدافعة الحثية الكهربائية، طبعا عارفين انها الذاتية لاني بتعامل مع محث، عندما يتناقص التيار فيه بمعدل 50 امبير في الثانية، يعني دلتا اي على دلتا تي يتناقص التيار سالب 50 امبير في الثانية، يا عيني عليكم. اذا هاي مع المعدل الزمني لتناقص التيار، معناته بدك تختار القانون اللي فيه المعدل الزمني لتناقص التيار. انا عندي عندي قديش قانون القوة الدافعة الحثية؟ قانونين، سالب ان تغير في الترافق على دلتا تي مش مناسب، وسالب ال التغير في التيار على التغير في الزمن، هذا مناسب. طيب فورا خلال قديش يتناقص التيار؟ خلاص انا هيك هكرت اللعبة، انا بعرف انه قوة الدافعة الحثية الذاتية عبارة عن سالب ال التغير في التيار خلال زمن معين سالب ال ال 8 ضرب 10 السالب 5 ضرب دلتا اي على دلتا تي عندي سالب 50، شكرا لك. الان الامور صارت واضحة، السالب طار مع السالب، شوف 5 ب 8 4 وبينزل 40، صح، وبينزل الصفر، يعني اذا كانك تحكي 50 ب 8 400، 400 ضرب 10 والسالب 5 فولت. حبيت تحطها هيك خير وبركة، حبيت تقول لي لا صغر مرتين صارت 4، كبر مرتين صارت ضرب 10 سالب 3 فولت، اللي هي 4 بالألف 0.004، عادي بيزبط.
هو منطقيا كون حدث تناقص في التيار اذا تتولد قوة دافعة حثية ذاتية طردية، لهيك طلعت موجب. شوفوا الآية انعكست هون، باعتبار ان الملف الهوائي يعني المعاي، خلاص المعاي نفسها 8 ضرب 10 سالب 5، احسب القوة الدافعة الحثية الذاتية الحثية وحدد نوعها. طبعا هون احنا عارفين انه نوعها شو هي؟ طردية، كونها طلعت موجب. لا سوري، عكس هي علينا. مش هون صار في نقصان في التيار الكهربائي صح؟ تناقص، يعني راح تطلع اكيد طردية كونها طلعت موجب. نعم، لانه تناقص في التيار الكهربائي فتكون قوة دافعة حثية ذاتية طردية. هون زيادة في التيار الكهربائي، طلع كيف؟ عندما يتزايد بمعدل 10 أمبير في الثانية، يعني دلتا اي على دلتا تي معاي قديش؟ موجب 10 أمبير في الثانية. والال كمان معاي، الال ما تغيرت، الال 8 لأنه هواء النواظل. وصلت؟ هيك الأمور صارت بيرفكت. بتعرف إنه راح تكون عكسية، بتعرف ليش؟ لأنه زيادة في التيار فتنشأ قوة دافعة حثية ذاتية عكسية. نشوف كيف. يلا راح تطلع سالب زي ما أنا شايفكم، سالب L التغير في التيار خلال زمن معين، سالب L قديش؟ 8 ضرب 10 أس سالب 5، دلتا I على دلتا T. أستاذ معاد دلتا I على دلتا T فيها 10، شكرا لك. صح؟ خلص صارت سالب 80 ضرب 10 أس سالب 5 فولت، وهي عكسية. ليه عكسية؟ لأنها طلعت سالب يا باشا. نشوف السؤال بعدين. محث محثته، هاي بتعجق البني آدم حاجة مش طبيعية. اثنين هنري، يعني هي معطيك ال، تولدت بين طرفيه قوة دافعة حثية عكسية مقدارها 2 فولت، يعني القوة الدافعة هاي قديش؟ سالب 2 فولت. طب ليش؟ لأنها عكسية لازم تكون سالب، لانها ايه؟ لانها حرينه. ماذا نعني بقولنا ان محاثة ملف 2 هنري؟ طب احنا قلنا كيف بنعرفها؟ ذاكرين القانون كنا نعرف عليه، نروح نحكي سالب القوة الدافعة الحثية الذاتية على دلتا اي على دلتا تي. كنا نحكي لما تكون 2 هنري نحكي انه محاثة الملف، انه محاث او ان محاث تتولد بين طرفي قوة دافعة 2 فولت عندما يكون معدل الزمن للتيار قديش؟ 1 أمبير لكل ثانية. بس هذا تعريف المنطقي. السؤال الذي يلي، الفرع الذي يلي، احسب المعدل الزمني للتغير في التيار. طب انت عارف القانون، طالبك شو هو؟ طالبك هذا المعدل الزمني للتغير في التيار، بدك تحسب هذا. يعني انت معك القوة الدافعة الحثية، نعم. طب معك ال ايضا، معي كلها. القوة الدافعة الحثية سالب 2، ليش حطيتها سالب؟ لانها يا استاذي عكسية، اذا حطيتها موجب راح يطلع معك ال سالب، وهذا الاشي مستحيل. هي سالب ال، طبعا قديش ال يا حلوين؟ 2 دلتا اي على دلتا تي، انت بدك هاي الكمية، فبتروح تحكي لها سالب 2 على سالب 2، فبتطلع دلتا اي على دلتا تي 1، واللي هي امبير لكل ثانية وحدة القياس. بتعرف لو انت ما حطيتش القوة الدافعة الحثية الذاتية سالب 2، حطيت 2 راح تطلع دلتا اي على دلتا تي سالب. بس هون في اشي مش منطقي، كيف دلتا اي على دلتا تي سالب يعني نقصان في التيار ويطلع قوة دافعة حثية عكسية؟ مستحيل. فهموني كيف، كيف زبطت معك بالضبط؟ يعني في اشي غلط، فهم علي كيف؟ كيف تناقص في التيار قوة دافعة حثية عكسية؟ اذا تناقص في التيار لازم تطلع قوة دافعة حثية طردية وليس عكسية. محث محثته 4 بالعشرة هنري وعدد لفاته 200 لفة، يعني هي معطيك ال ومعطيك ال. أغلقت دارته فاستغرق التيار زمنا مقداره 4 بالعشرة للوصول إلى قيمة العظمى، يعني كان التيار الابتدائي صفر وصل لقيمة العظمى النهائية. أنا ما بعرف قديش هي، قديش الزمن اللي احتاجه؟ والله يا أستاذ معاذ هيو 4 بالعشرة ثانية بناء على كلامه. وخلال هذه المدة الزمنية أكيد تولدت قوة دافعة حثية بسبب تغير التيار اللي غير التدفق اللي ولد قوة دافعة حثية. أكيد راح تكون عكسية، أكيد، لأنه صار في زيادة في التيار فبتكون قوة دافعة حثية ذاتية عكسية. مقدارها 2، يعني القوة الدافعة الحثية قديش؟ سالب 2 فولت بين طرفي المحل. طالبك احسب القيمة العظمى للتيار. طب شوي، أنت معك قوة دافعة حثية، بلش منها. عبارة عن سالب L دلتا I عدلت تي. طب ليش انا اختار هذا القانون؟ ليش ما اختار قانون فيه تغير في التدفق؟ لانه ما جاب لك سيره التغير في التدفق. بالنهايه اصلا انت هاي ذاني وهي ذاني، انت معك ال. وصلت؟ طيب يعني استخدم هذا القانون افضل لك. ترى حتى السؤال السابق يزبط انك تحله بمليون طريقه. الحلو في الموضوع انه بيزبط تحل في مليون طريقه يا استاذي. فراح تيجي تحكي لي
القوة الدافع الحثية العكسية سالب 2. ليش إذا حطيتها 2 بيطلع غلط؟ أكيد رح يطلع معك غلط. تساوي سالب L. ممتاز. طب دقيقة، ليش تحط سالب L وهي معك أصلا L؟ هي أصلا L معك 4/10، يعني سالب 4/10 ضرب دلتا I. طب شوي، أنا بدي أطلع دلتا I، أنا بني آدم بدي أطلع دلتا I. طب كديش دلتا T؟ دلتا T يا أستاذ عبارة عن 4/10، فراحت هاي مع هاي وراح السالب مع السالب، فصفت دلتا I تساوي 2. ممتاز. الآن دلتا I عبارة عن شو؟ عبارة عن I final ناقص I initial تساوي 2. طب I initial 0، فبتطلع قديش القيمة العظمى للتيار اللي هو I final؟ 2 أمبير. شكرا لك، شفتوا كيف الأمور سلسة وبسيطة ولطيفة؟ نعم يا أستاذ معاذ. الآن نكمل المعدل الزمني للتغير في التدفق المغناطيسي خلال هذه الفترة. طالبني المعدل الزمني للتغير في التدفق، يعني طالبك دلتا تدفق على دلتا تي خلال نفس الفترة. ما إلي غير قانون خطر في بالي، القوة الدافع الحثية الذاتية عبارة عن سالب إن دلتا تدفق على دلتا تي. أتوقع الأمور هيك صارت واضحة وسلسة وبسيطة. أنت بتعرف يعني القوة الدافع الحثية العكسية قديش؟ سالب 2 تساوي سالب عدد اللفات قديش؟ 200. وبدك هاي الكمية اللي هي التغير في التدفق خلال زمن معين، هاي اللي بدك إياها. أتوقع السالب راح مع السالب، فصفت التغير في التدفق خلال زمن معين عبارة عن إيش؟ عبارة عن 2/200، واللي هو 1%، واللي هو 0.01 ويبر لكل ثانية. شفتوا كيف طلنا؟ نعم. طب هل بيزبط طريقة ثانية؟ بقدر أقول لك أكيد بيزبط يا أستاذي. ليش ما يزبط طريقة ثانية؟ 100% بيزبط طريقة ثانية. بتقدر تحكي لي بكل بساطة، أنا بعرف إنه L تساوي N تغير في التدفق على دلتا I، صح؟ طيب خلينا التغير في التدفق موضوع القانون، شو رح يصير؟ L دلتا I على N. طيب سريعا، L معي قديش؟ 4/10. دلتا I 2 ناقص 0، التيار النهائي 2، التيار ابتدائي 0، شو صارت؟ 2. عدد اللفات 200، فصارت 4/10. يا سيدي اعتبرها هاي 4/10 السالب 1 ضرب 2 بتصير 8/10 السالب 1 على 2/10 اس 2، صح؟ صح ولا لا؟ 200 هي 2/10 اس 2، 8/2 4/10، الغاية ورفعها لفوق ناقص 2، في مشكلة؟ لا والله يا أستاذي، صارت 4/10 سالب 3. هاي التغير في التدفق، لسه ما طلتش، أنا طلت بس التغير في التدفق. 4/10 سالب 3، قديش التغير في التدفق؟ 4/10 سالب 3، صح؟ التغير في التدفق هذا قديش طلع معي؟ 4/10 سالب 3. أنا ما بدي التغير في التدفق، بدي المعدل الزمني للتغير في التدفق، يعني بدي دلتا تدفق على دلتا تي. فبتقول لي هذا 4/10 سالب 3، قديش دلتا تي؟ نفس الفترة الزمنية، هي الفترة الزمنية يا أستاذي 4/10، يعني 4/10 سالب 1، فصارت 4/4 1/10، ارفع هاي لفوق صارت 4/10 سالب 2، واللي هي 1% ويبر لكل ثانية. وهاي ثاني وهاي ثاني وهاي حلي وهاي حلي، ونفس الحل يا كبير. نشوف السؤال الذي يلي، أيضا سؤال خفيف لطيف بسيط. تغير التيار المار في دارة من الى، يعني هاي التيار الابتدائي، هاي التيار النهائي، وهي دلتا تي. انا قاعد بس على المطيات، شفت دلتا اي؟ بعرف اني شغال على قانون قوه دفع تي تساوي سالب ال دلتا اي دلتا تي. معطيك معامل الحث الذاتي، مدلعك بكل شيء ما شاء الله، ومعطيك عدد اللفات، كل شيء على البارد المستريح، فقط تطبيق مباشر فقط. فاحسب مقدار كل مما يلي اثناء الفتره الزمنيه التي تتغير فيها التيار. ممتاز. القوة الدافعة الكهربائية الحثية الذاتية العكسية أكيد رح تطلع سالب، كونها كلمة عكسية. بنشوف كيف؟ بعرف إنها قوة دافعة حثية ذاتية عكسية سالب L دلتا I دلتا T. طب ليش ما استخدم سالب N دلتا تدفق على دلتا T؟ لأنه التدفق مش معي، ليش أغلب حالي؟ هاي سالب L قديش؟ 20. التغير في التيار قديش؟ النهائي 7 ناقص ابتدائي 3. مش أنت عارف دلتا I عبارة عن I final ناقص I initial؟ تمام. 7 ناقص 3 4 على دلتا تي قديش؟ 2%، يعني بتقدر تحكي 2/10 سالب 2. ليش؟ ليه 2%؟ اعملها 2/10 سالب 2. السي دي 2 فيها 1، 2 فيها 2.
سالب 20 ضرب 2 سالب 40 على 10 سالب 2. ارفع ال 10 سالب 2 لفوق، سالب 40 ضرب 10 اس 2 واللي هي سالب 40 وجنبيها صفرين. شايفين كيف طلعت قوة الدافع الحثية العكسية؟ نعم. التغير في التدفق المغناطيسي ايضا نفس السيناريو يعاد. التغير في التدفق المغناطيسي طالبك التغير في التدفق. شو انسب حل؟ والله يا استاذ انا المجال مش عندي ولا المساحة وبفوت بالحيط مش قد هالفوتة. بيطلع لي يحكي قوة الدافع الحثية عبارة عن شو؟ فكر فكر فكر، عبارة عن ان التغير في التدفق على دلتا اي، صح ولا لا؟ تمام ممتاز، خلاص نحل السؤال. لا احنا ليش هيك عكسين؟ سوري 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 انا عكس الدنيا. قوة الدافع الحثية الذاتية عبارة عن سالب ان التغير في التدفق على دلتا تي، هيك احسنني. القوة الدافع الحثية العكسية عندي سالب 4000، عدد اللفات كمان عندي 1000، يعني هاي سالب عدد اللفات 1000. التغير في التدفق انا بدي اياه بس خلال نفس الفترة الزمنية. الفترة الزمنية قديش؟ 2%، يعني 2 ضرب 10 والسالب 1، السالب 2 1، الله وين سالب 1؟ الامور صارت هيك بيرفكت. انت بتقدر تحكي لي يا استاذ يعني بقدر اقسم على سالب 1000 باي واقسم على سالب 1000 هون اني اخلص من السالب 1000 بالبداية. 0 0 0 0 0 0 سالب سالب صارت 4 تساوي التغير في التدفق على 2 ضرب 10 اس سالب 2. اعمل ضرب تبادلي تزبط معي، فبيطلع التغير في التدفق عبارة، هاي مهارات رياضية انا بحلها بشكل مستعجل لانه يعني خلاص كبرنا على الحركات. 4 ب 2 8 ضرب 10 اس سالب 2 ويبر. شفتوا كيف طولتها؟ نعم يا استاذي. هل هنالك طريقة اخرى؟ بقول لك اكيد في طرق طرق. طيب تقدر تحكي لي ال تساوي ان التغير في التدفق على دلتا اي، صح؟ طيب خلينا التغير في التدفق موضوع القانون بيطلع عبارة عن ال دلتا اي على ان. طيب قديش ال؟ والله يا استاذ معاذ هيها ال معك 20. قديش دلتا اي؟ 7 ناقص 3 4، عدد اللفات 1000، فصارت 20 ب 4 80 على 1000 واللي هي 8% يا استاذي. من الاخر 0 مع 0 صارت 8% زي قبل شوي اللي هي 8 ضرب 10 سالب 2. هذا التغير في التدفق اللي هو ويبر. شكرا لك. شفتوا كيف الامور سلسه وبسيطه وسهله ويمكن حلها بشكل سريع، ما في اي مشكله. الان نبلش بهذا السؤال اللي بوظف فكره الرسم البياني. فالان في فكره هذا السؤال راح نوظف مفهوم الرسم البياني بكل بساطه. يبين الشكل تمثيلا بيانيا لتغير التيار مع الزمن. شوفوا كيف نمو التيار زي قبل شويه، تتذكروا مسائل الرسم البياني نمو ثبات تلاشي. الان بيقول لك انت معاك ال اللي هي معامل الحث الذاتي، بيقول لك احسب من وسط قوه الدافع الكهربائيه الحثيه. طب شوي انا عندي تغير تيار خلال زمن، انا عارف فورا القوه الدافع الحثيه الذاتيه عباره عن سالب ال التغير في التيار خلال زمن معين. هذا القانون بستخدمه فورا لما اشوف تغير تيار خلال زمن فورا. انا مغمض عيني ماليش مصلحه بالتغير في التدفق لانه معطياته مش موجوده معي. باجي بقول له يا معلم هاي سالب ال قديش؟ 2 ضرب 10 اس سالب 3، صح؟ ممكن نقول لك 2 ملي هنري، يعني ترى شو يقول لك؟ ما يقول لك اياها، يقول لك هيك 2 ملي هنري، عادي جدا بيزبط. طيب التغير في التيار بدك تاخذ اي قيمتين اي نقطتين واختار نقطتين معلومات، دائما اختار البدايه والنهايه وريح راسك. فبتاخذ البدايه صفر، بتاخذ النهايه هون احسن لي، مش اخذ هاي وانا شاك فيها تحت الواحد او هاي وانا شاك فيها تحت الواحد، لا خلص ريح راسك من البدايه اختصر الشر. فراح تحكي لي التغير في التيار خلال زمن، يعني بدك تحكي لي اي فاينل ناقص اي انيشال على تي فاينل ناقص تي انيشال، صح؟ التيار النهائي 1 امبير ناقص التيار الابتدائي، اخترت هاي النقطة صفر على. الآن عند التيار النهائي عند هاي النقطة كم الزمن؟ 20 ثانية ناقص كم الزمن هون؟ صفر. فصارت الأمور بيرفكت، يعني صارت سالب 2 ضرب 10 والسالب 3 ضرب 1 على 20. أتوقع الأمور هيك صارت سهلة جدا. ليش؟ لأنك أنت بتقدر تحكي لي هاي عبارة عن قديش؟ يعني إحنا لازمنا مساحة صراحة.
سالب 2 ضرب 10 سالب 3، سالب 2 ضرب 10 أس سالب 3 على ال 20 2 ضرب 10 أس 1 صح؟ الآن 2 راحت مع 2 صارت سالب 1 ضرب 10، ال 10 أس 1 رفعها لفوق ناقص 1 فبصير ضرب 10 أس سالب 4. طبعا هاي شو؟ فولت. خلص يعني سالب 40 ألف من الآخر فولت. إذا هيك أنت طلعتها، الله يعطيك العافية. بس هو منطقي كونه نمو تيار، منطقي تطلع قوة دافع حثية ذاتية عكسية سالبة من الآخر. الآن هذا السؤال أيضا عشان يكون الطالب فاهم اللي بيصير وعارف شو اللي بيصير، لازم تكون أنت عارف اللعبة كاملة. أنت بتعرف سابقا أنه كانت ال عبارة عن إيش؟ سالب القوة الدافع الحثية الذاتية على المعدل الزمني للتيار صح؟ للتغير في التيار. الآن لو افترضنا هاي قيمة ثابتة، هاي ثبت خلاص باي باي بديش تعمل معها. العلاقة بين معامل الحث الذاتي والمعدل الزمني لنمو التيار علاقة شو؟ عكسية. يعني بس يكون المعدل الزمني لنمو التيار كبير، اعرف انه محطة الملف شو بدها تكون؟ صغيرة. بس يكون المعدل الزمني لنمو التيار صغير، اعرف انه محطة الملف بدها تكون شو؟ كبيرة. بمعنى اخر عشان افسر لك اياها، كل ما احتاج شوف كل ما احتاج التيار زمن اطول للوصول الى قيمته العظمى، اعرف انه محطته كبيره. ليش؟ انت احتاج زمن اطول، يعني الممانعه اللي صارت لك كبيره اللي اخرتك انك تصل قيمتك العظمى. فمعنى هذا الكلام اذا انا اخرتك كثير عشان تصل قيمتك العظمى، معناته انا فنان، انا محط ذاتي كبير قوي. المحاثة هي ممانعة وصول التيار لقيمته العظمى خلال أو يعني ممانعة نموه أو تلاشيه. فالممانعة لما أنت تصل متأخر أو تحتاج زمن طويل، يعني فورا أنا شو بفهم بكلامي؟ إذا أنت احتاج زمن طويل معناته أنت احتاج زمن طويل، معناته أنت احتاج زمن طويل للنمو أو للتلاشي. معنى هذا الكلام إنه المحاثة كبيرة. شوفوا شو قصدي هون، يبين الشكل تمثيلة بيانية لتغير التيار الكهربائي بالنسبة للزمن. في عندي محاثتين، يعني دارتين، في كل دارة في محث، يعني أنا زي كأنه عندي محثين من الآخر. في أي الحالتين كانت قيمة المحث أكبر ولماذا؟ في باء أم في ألف؟ لاحظ أنه ألف وصل خلال زمن قصير لقيمة العظمى أو صغير، بينما باء وصل خلال زمن طويل، معناته هو احتاج زمن طويل ليصل لقيمة العظمى، معناته المحاثة أكبر. إذا هون فورا بدك تحكي لي أنه قيمة المحاثة أكبر، محاثة باء أكبر من محاثة ألف. طب ليش؟ لأن باء احتاج زمن أطول للوصول إلى قيمة العظمى. اطلعوا ألف وصل للقيمة العظمى خلال 10 ثواني، باء وصل للقيمة العظمى خلال 20 ثانية، فهون في مشكلة يا معلم. وصلت؟ تمام. فإذا باء احتاج زمن أطول 20 ثانية، معنى هذا الكلام خلص. طبعا هاي المقارنة بتزبط معي إني أقارنها بعيني فورا فورا، ان اقول اللي احتاج زمن اطول محطته اكبر، هذا فقط لم يكن لهما نفس القيمه العظمى للتيار. دير بالك، انا بوقعكم في المسائل، دير بالك، والوزاره بتوقعوا شاطره، كونه طلع هاي حليتها بعيني فورا، كونه لهم نفس القيمه العظمى للتيار، فمعناته بفهم هذا الموضوع فورا. كيف بدك تفهم فورا؟ انه اللي احتاج زمن اطول محطته اكبر. شوفوا كيف، شو قصدي؟ مش احنا قلنا انه ال علاقتها مع المعدل الزمني للتيار، شوف كيف علاقة عكسية. طب اقلبهم يا معلم، بصير L تساوي دلتا T دلتا I صح؟ إذا افترضنا إنهم هما نفس التيار، معناته العلاقة بين الزمن والمحاثة علاقة طردية. شفتوا كيف؟ فاللي احتاج زمن أطول معناته محاثته أكبر. هذا الحكي عند ثبات التيار لما يكون لهما نفس التيار. دير بالكم تكونوا فاهمين العلاقات. يعني كيف؟ إذا لهما نفس التيار أنا بقارن بين محثين، لهما نفس التيار قيمة العظمى للتيار، معناته بحكي اللي احتاج زمن أطول محثته أكبر، واللي احتاج زمن أقل محثته أقل. وصلت؟ فباء احتاج 20 ثانية وألف احتاج 10 ثواني، أكيد باء أكبر. الآن بدي أبينها رياضيا في هذا الفرع باء، إنه بين أثر محاثة الملف المعدل الزمني للتيار. تعالوا شوفوا، بدي أحكي عن ألف، فمعناته بدي أحسب المعدل الزمني للتغير في التيار في حالة مين؟ ألف. راح تحكي لي فورا التيار النهائي في حالة ألف، تعالوا التيار النهائي هيو والابتداء صفر، الزمن النهائي 10 والابتداء صفر. ممتاز. إذا فورا أنت عارف اللغز، التيار النهائي في حالة ألف 10 ناقص التيار ابتدائي صفر. طب الزمن النهائي هيو 10 ناقص صفر، قديش طلع هون؟ 1
أمبير لكل ثانية. طيب شوف الآن المعدل الزمني للتغير في التيار في حالة با راح تقول لي فورا التيار النهائي عند با هي هون 20 التيار النهائي 10 سوري أنا ليش حاط 10 والله ماني عارف لا سوري أنا حاط 10 ما يفترض أنه 10 سوري ارجع وين وحده الله يا جماعة الخير أنا شايف غلط شكلي يا كبير تعالوا معي هون المعدل الزمني للتغير في التيار خلال المرحلة مين ألف وهي المعدل الزمني للتغير في التيار خلال مرحلة مين با خلال مرحلة ألف التيار النهائي قديش التيار النهائي 1 والابتدائي 0 يعني 1 ناقص 0 طيب الزمن النهائي 10 ناقص 0 فبتصير 1 على 10 يعني بتصير 1 بالعشرة أمبير لكل ثانية طب تعال شوف لي هذا البني آدم با راح تقول لي فورا با التيار النهائي 1 الابتدائي 0 يعني 1 ناقص 0 الزمن النهائي 20 ابتدائي 0 يعني 20 ناقص 0 فصارت 1 على 20 يعني بمعنى آخر زي كأنك تحكي لي 1 على 20 ضرب 5 ضرب 5 بتطلع 5% 0.05 أمبير لكل ثانية طلع شو طلع معي المعدل الزمني للمحث ألف أكبر من المعدل الزمني للمحث باء معناته أكيد إذا هذا المعدل الزمني أكبر فمحاثته أصغر ركز معي مزبوط افهم الكلام مزبوط المحث علاقته عكسية مع المعدل الزمني اللي له معدل زمني أكبر محاثته أصغر فعليا مين المعدل الزمني أكبر للتيار هون ولا هون أكيد ألف صح 1 بالعشرة أكبر من 5% معناته محاثته أصغر بينما شوف 5% معناته محاثته أكبر هاي إذا بدك تثبتها بناء على المعدل الزمني للتيار طب بلكي أنا بني آدم ما بدي أثبتها هيك بلكي أنا بني آدم بدي أقول لك تعال اقلب فبصير دلتا تي على دلتا آي عند ثبات الآي اللي احتاج زمن أطول للوصول للقيمة العظمى محاثته أكبر تعال مش هما نفس الآي العظمى مين احتاج زمن أطول ألف ولا با بتحكي لي با أخذ 20 ثانية ألف أخذ 10 ثواني معناته با كونه أخذ زمن أطول محاثته أكبر فخطوة قاعدة أبدية دائما إذا كان لهم آه نفس القيمة العظمى للتيار الذي احتاج زمن أطول فورا محاثته أكبر طب بلك يا معلم مش نفس القيمة العظمى للتيار قارن بناء على المعدل الزمني أنت عارف إنه L علاقتها عكسية مع المعدل الزمني للتيار فلما تطلع المعدل الزمني للتيار لهما بتقارن اللي له معدل زمني للتيار أكبر محاثته أصغر لأنه علاقة عكسية بس كثر الله خيرك اذكر أربع طرق يمكن من خلالها زيادة محاثة الملف طب انت عارف القانون منال تربيع صح؟ انت عارف انه بدك تزيد محاثة الملف زيادة النفق دي مغناطيسية تسبب زيادة المعامل الحث الذاتي زيادة عدد اللفات تسبب زيادة الإل زيادة مساحة الملف تسبب زيادة الإل هاي ثلاث طرق صح؟ طب هسا زيادة طول الملف تسبب نقصان إلا أنا بدي أعمل زيادة المحاثة معناته نقصان طول الملف يسبب زيادة المحاثة يعني أعطتك أربع طرق زيادة عدد اللفات زيادة النفرية المغناطيسية زيادة المساحة ونقصان الطول شكرا لك هيك كل الطرق فلة شمعة منورة آخر سؤال في حصتنا اليوم يتغير التيار الكهربائي في دارة محاث محاثته 2 بالعشرة هنري يعني ما أعطيك المحاثة هي أتش ال ال سوري 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 يا باي الفضايح دي هي ال من لحظة إغلاق الدارة نمو ثبات تلاشي بيحكي لك هون يا معلم ماذا تمثل كل فترة من الفترات الآتية يعني واضح جدا أنه ألف نمو با ثبات التيار الكهربائي جيم تلاشي ما عندناش مشكلة يا باشي احسب القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في كل مرحلة طيب القوة الدافعة الحثية الذاتية في المرحلة ألف القوة الدافعة الحثية الذاتية في المرحلة با والقوة الدافعة الحثية الذاتية في المرحلة ج ما فيش مشكلة نشوفهم مرحلة مرحلة انت عارف انها سالب ان تغير في الترافق عدلتا تي ملناش مصلحة في هذا القانون فورا اذا افضل اشي كونه فيه سالب ان التغير في التيار خلال زمن معين صح هاي سالب ال عندك 2 بالعشرة ضرب كم تغير التيار خلال المرحلة الف هاي الابتدائي كان 0 هاي النهائي عند قيمة العظمى 3 يعني 3 ناقص 0 كم دلتا تي عند الثلاث كان 2 ناقص 0 خلاص 2
ناقص صفر، فصارت سالب 2 بالعشرة. خلينا نبسط الأمور، سالب 2 ضرب 10 أو سالب 1 ضرب 3 على 2 باي باي، فصارت سالب 3 بالعشرة فولت، اللي هي سالب 3 ضرب 10 سالب 1 اللي هي 3 بالعشرة فولت. طب التغير في المرحلة بقى زيرو. طب ليه زيرو؟ لأنه دلتا آي صفر، آي الابتدائية هون، آي النهائية هون، فإشي 3 ناقص 3 تطلع صفر، فبتطلع صفر على دلتا تي ضرب سالب ال، صح؟ كل شيء صفر. الإثبات عادي، هي سالب ال ضرب صفر على دلتا تي، فبيطلع شو؟ صفر. طب شوفوا آخر معطى، سالب ال 2 ضرب 10 السالب 1، قديش دلتا آي ودلتا تي؟ طب خلال مرحلة جيم، الجيم بلشت من هون لهون، هي من 6 ل 8، يعني 8 ناقص 6 2. طيب التيار، هي قيمته الابتدائية، هي قيمته النهائية، صح؟ النهائية 0 ناقص الابتدائية 3، ممتاز. طبعا أنا ناسي إشي، ناسي إشي يا رب، يعني فعليا طلعت ناسي إشي. تعرف شو ناسي؟ الناسي ملي ثانية، دي غلطة لا تغتفر، ارجع عيد يا باشا، دي غلطة لا تغتفر. تعالوا معي، أنا ناسي إنه في ملي ثانية، يعني أنا لما أحكي لك قوة دافع حثية ذاتية عند المرحلة ألف، راح تحكي لي معلم سالب ال التغير في التيار خلال زمن معين. تعالوا، هاي سالب ال 2 ضرب 10 السالب 1 ضرب التغير في التيار في المرحلة ألف كان 0 صار 3، يعني 3 ناقص 0 خلص 3، صح؟ طب دلتا تي كان 2، كان 0 ل 2، يعني هاي من 0 ل 2 اللي هو النمو، شايفينه؟ ممتاز. دائما بحسب هاي قيمة العظمى عند الخط بالضبط المنطبق، مش تروح تقول لي هون ولا تقول لي هون، لا دير بالك افهم. 2 ناقص 0 2 ضرب 10 السالب 3 لانها ملي، يعني 2 ضرب 10 السالب 3 لانها ملي، انتبه لانها ملي، راحت ال 2 مع ال 2، ال 10 السالب 3 ارفعها لفوق زائد 3، فصارت 3 ضرب 10 سالب 1 زائد 3 2، يعني قديش؟ ما ننساش السالب، سالب 300 فولت. هذا رقم منطقي، ليش منطقي؟ لانه نمو تيار فراح تطلع قوة دافعة حثية عكسية. طبعا احنا عارفين ان القوة الدافعة الحثية في المرحلة با زيرو، وعارفين ليش زيرو. القوة الدافعة الحثية الذاتية في جيم عبارة عن سالب عدد المحاثة المحاث 2 ضرب 10 سالب 1 التيار، والله يا استاذ معاذ، الابتدائي 3 النهائي 0، يعني 0 ناقص 3 سالب 3. دلتا تي 8 ضرب 10 سالب 6 سالب 3 ناقص 6 ضرب 10 سالب 3 بتصير 2 ضرب 10 السالب 3. الأمور صارت واضحة هيك، الاثنين مع الاثنين، السالب مع السالب، 3 ضرب 10 هاي ارفعها لفوق زائد 2، سالب 1 زائد 2 سالب 1 زائد 2 دقيقة، سالب 1 زائد 3 سوري زائد 3 نعم، بصير موجب 2، فبتطلع 300 فولت. وكثر الله خيرك، ما هو منطقيا تلاشي تيار، تناقص تيار راح تطلع قوة دافعة حثية ذاتية طردية. لا تغلطوا غلطة اللي قبل شيء ما كنتش منتبه عليها، اللي هي سلافة الملي، دير بالكم هاي الملي، يعني انت بتحكي لي هون الزمن النهائي 8 ضرب 10 أس سالب 3 ناقص ابتدائي 6 ضرب 10 أس سالب 3، فأنا قلت خلص 8 ناقص 6 2 وضربها بالملي، دان يا جماعتي دان. يعني هيك بنكون خلصنا حصة خفيفة لطيفة في شرح مسائل إضافية وإطرائية، وهي أسئلة وزارة سابقة على مسائل على هنري، القوة الدافع الحثية الذاتية الطردية أو العكسية أو محاثة الملف. الله يعطيكم الصحة والعافية ويسر أمركم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.